حضراتكم مره تانية، وبرحب بضيفي اللي مشرفني ومنورني النهارده في برنامج الاشبال، كابتن محمد سعد المدير الفني لفريق 2003. ازيك يا كابتن محمد؟ الحمد لله تمام، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. اخبار قطاع الناشئين ايه بالنادي الاهلي؟ تمام الحمد لله، النتائج ما شاء الله ماشيه كويس، والحمد لله الاسبوع ده في الفريق الاول وفي عمرو انور واحنا برضو ماشيين كويس، فان شاء الله تبقى سنه كويسه ان شاء الله. ما شاء الله السنه دي يعني البدايه كويسه ل 2003 السنه دي عكس السنه اللي فاتت كمان، يعني اول مباراه فوز على سموحه 2-0 2-0 2-0، والمباراه اللي فاتت تعادل السلبي مع نادي الزمالك في ملعب ميت عوب. تمام، هو السنه اللي فاتت طبعا كان في شويه تقلبات شويه وعدم استقرار، انما هي فرقه كويسه وفي لعبه مميزه ويعني كان الموضوع ده برضو غصب عنهم، واحنا برضو متهيألي في قطاع الناشئين كان موضوع ان يبقى في ثلاث مدربين يتعاقبوا عليهم في فتره اقل من سنه، فالموضوع كان صعب، فيها تشتيت شويه، فيها بالظبط كده، والنتائج ما ساعدتش، لانه يعني اكيد كل واحد بيبقى ليه فكر او ليه تصور او في لعيبه ممكن يعتمد عليها فما بيلحقش يكمل، فيعني كان ليها تاثير سلبي على اللعيبه. فلما ابتدينا فتره الاعداد الحمد لله ابتديناها بفتره كويسه واشتغلنا كويس، وقلنا لهم دي فتره استثنائيه بالنسبه لك، سنه استثنائيه ما فيش حاجه قدامك تقدر تعملها غير ان انت تجتهد عشان نقدر نثبت ان احنا لعيبه مميزه ولعيبه كويسه. واللي حصل السنه اللي فاتت كان يعني ممكن نحط لكم، كان السنه اللي فاتت اول سنه ليهم مشاركه بطوله جمهوريه، كانوا بيلعبوا قبل كده منطقه منطقه تبقى برضو المشاركه فيها لحد ما يعني مش قويه بقوه بطوله الجمهوريه. انا كنت ماسكهم السنه اللي فاتت اللي قبليها، اللي قبل السنه اللي فاتت كنت ماسكهم وكانوا ماشيين كويس، ويعني خسرنا ده هدف سموحه كابتن، خسرنا احنا كنا بنتكلم عنها اللي انتهت بالنتيجه دي ضربه الجزاء الجون الثاني في اخر دقيقه او دقيقتين تقريبا، ميدو هو اللي عملها وبرضه هو اللي سجلها، وفي حمدي محمود حمدي الهدف الاولاني من كرة عرضية لعبها بدماغه كويس، ده الهدف الثاني. عجبني كمان الاحتفال بعد المباراة، كان يعني اللقطة مش معانا كاملة بس على ما اعتقد عملتوا اللقطة بتاعت مؤمن زكريا، كان في اللعيبة الحركة بتاعت مؤمن زكريا، كان في مساندة كمان، اللعيبة طبعا متعاطفة مع اللعيبة كانت متعاطفة طبعا مع كابتن مؤمن، فكان في اتفاق يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ويبقى في شكل كده الاحتفال اللي كان بيعمله وهو بيجيب اهداف، ودايما كان بيفرحنا، وان شاء الله ربنا يكرمه ويرجع سالم ان شاء الله. تبقى حلوة قوي العلاقة والروح كده، وزي ما بنقول عليها عائله الاهلي اللي بتجمع دايما الناشئين بالفريق الاول. كان معانا النهارده رساله مهمه من لعيبه الفريق الاول لحماده الفيل، لاعب 2001 الاصابه اللي اتعرض ليها، ورساله من علي معلول ومروان محسن ليه يعني رساله دعم ومؤازره ان شاء الله انه يعني يرجع خلال الفتره اللي جايه. طول عمر النادي الاهلي في قيم وفي مبادئ، يمكن في الافراح ممكن كتير ما يقولكش مبروك، ان لما تبقى في حاجه مستدعيه شده او حاجات تلاقي الدنيا كلها او النادي كله معاه يعني، فان شاء الله تبقى حاجه طارئه لكل واحد بيعدي بموقف مش صحي او بيأخره شويه، انما في الاخر ان شاء الله بوقوف الناس كلها ومسؤولين ولعيبه واداريين وصحفيين وكل الاجهزه كلها اللي بتشتغل في مجال الكوره، فبتلاقي في دعم معنوي كويس وكل الناس بترجع ان شاء الله وهترجع بالسلام ان شاء الله. تمام، هروح بقى لفريق 2003، الجهاز الفني او المساعدين اللي شغالين مع كابتن محمد سعد السنه دي مين؟ في كابتن شريف عبد الفضيل، ويعني لو يجوز ليا هيبقى مدرب كويس جدا، كويس، شخصيه جميله ومحبوبه وعنده تعاون وحب وعنده قبول كبير جدا. انا سعيد ان هو موجود. وانت كنت بتتكلم عن يعني دعم وحب النادي كله لبعض، دي اللقطه بتاعت الكابتن محمود الخطيب كان قبل مباراه السوبر واجتماعه مع اللعيبه، وكان حريص انه يكون مؤمن زكريا كان موجود يا كابتن محمد. هو طبعا يعني الحاجات دي يعني مش هتعدي على كابتن محمود طبعا، غير ان هو رئيس نادي كان كابتن نادي، والحاجات الانسانيه بتفرق كتير يعني، بتفرق وبتخلي في شعور ان في وحده في الاحساس وفي في التعاطف، ورساله كويسه للولاد الصغيرين كمان وتاكيد لحاجات موجوده عائله الاهلي، هو يعني
كان برنامج المجلس الإدارة هو اسمه عائلة الأهلي، ففعلا الاسم بيشمل كل يعني حتى لو الاسم مش موجود إنما هو موجود، يعني الأفعال. لو الاسم موجود بالأفعال موجود، دي من زمان قايمة. فبيتقال إن هي عائلة النادي الأهلي، بس يعني مش محتاج إن أنت تعمل سبوت عليها، هي فعلا ضواقة موجود من زمان. يعني نروح بقى ل 2003 جهاز الفني، انت قلت لي في الاول شريف عبد الفضيل، في شريف عبد الفضيل، في محمد احمد ماهر برضو كان مع الفرقه برضو السنه اللي فاتت. ف يعني بيقدم العون والمشوره طبعا، لان هو كان موجود السنه اللي فاتت وعنده احساس باللعيبه والفروقات اللي حصلت ما بين السنه اللي فاتت والسنه دي. فدايما على طول ورايا وبنتكلم في السنه اللي فاتت كان ايه وده ايه السلبيات اللي حصلت السنه اللي فاتت، فبتقدر انك تتكلم فيها وتعالج فيها السنه دي. يعني انا رغم ان الولاد دولت موجودين وعرفتهم، بس كان في اضافات لعيبه بنضافوا يعني. فهو برضو بيبقى قريب منهم او كان عارفهم قبل كده، فكان بيبقى في تعامل كويس بيني وبينه وشريف يعني. طيب. واحنا بنقعد مع بعض وبنتكلم يعني بناخد قرارات جماعيه يعني. حراسه المرمى بقى يعني، حراسه المرمى في كابتن بهاء ما شاء الله برضو كان موجود من السنة اللي فاتت مع الفرقة. عندنا حراس مرمى كويسين مميزين. أنا اتفقت مع الولاد إنها هتبقى سنة استثنائية بالنسبة لهم، يبقى تركيز عالي جدا وكل مباراة بالتلات نقاط بتاعتها. مثلا ماتش السموحة ماتش خلص بعديها بيوم راحة، تاني الصفحة اتقفلت. ماتش الزمالك زيه زي اللي قبليه زي اللي بعديه بتلاتة بونت. فكل ماتش لوحده يمكن فعليا ان هي ثلاث نقاط، انما ماتش الزمالك كان مهم طبعا بعد ماتش الفرقه الكبيره. فكان المفروض في حساسيه شويه ما بين الاهلي والزمالك كفريق اول، وان الاهلي امبارح كسب مباراه وتاني يوم انت رايح تلعب عندهم. ملعب ترتان برضو كان فيه صعوبه شويه في التعامل معاه، انما الحمد لله يعني لينا برضو هدف يعني ممكن يتحسب ممكن ما يتحسبش. في فرصة في آخر دقيقة بالنسبة لنا كانت فرصة شبه مؤكدة. فالحمد لله يعني عجبني قوي يا كابتن محمد، وانت يعني النهاردة لما كنت بتكلم مع كابتن عمرو أنور، الأهلي بيلعب في الزمالك، انت 2003 لعبوا في نادي الزمالك و2004 رايح كمان 2004 هيلعب في نادي الزمالك، 2001 قبل كده لعبوا في نادي الزمالك، الدور الثاني يبدا نادي الزمالك يجي في نادي الاهلي. عاجبني قوي العلاقه بامانه والروح اللي تلعب في ملعب نادي الزمالك ونادي الزمالك يلعب على كانت قبل كده لازم تسافر السويس، المباريات كلها تكون موجوده في السويس جدا. وبامانه برضو يعني احنا الناس هناك استقبلونا كويس كويس. دي الامانه لازم تتقال يعني. المدربين وزمايلنا اللي بتوع زمان استقبلونا كويس جدا. شفت عفت نصار، نبيل محمود، شفت كابتن هشام محمد المدرب كل ادب واحترام سلموا علينا قبل المباراه وبعد المباراه. ويعني المفروض الحاجات دي بتبقى عاديه يعني، بتكسب مباراه الناس بتقول لك مبروك، انت بتخسر هذا لك كره يعني قدم والعلاقه هي اللي بتدوم، وهي مش هتطلع غير كده، كسبان ثلاثه خسران ثلاثه متعادل. دي العلاقات دي هي اللي باقيه. عايز اروح بقى ل 2003 السنه دي التدعيمات، انت طبعا كان في فتره اختبارات، هل تم يعني انك شفت لعيبه من الاختبارات دخلت النادي الاهلي مع في 2003، ولا اشتريتوا لعيبه، ولا ازاي تم التدعيم السنه دي؟ لا احنا ما اشتريناش لعيبه في فتره الاختبارات دي، كانت مثمره الحمد لله كويس. جبنا حوالي اربع لعيبه، اربع لعيبه مميزين وهيبقوا اضافه. مراكز ايه بقى؟ في مساك كويس، وفي باك ليفت، وفي لعيب في نص الملعب. فعندنا اضافات كويسه يعني، هتبقى اضافه فعلا اضافه، بس محتاجه وقت شويه. محتاجه وقت شويه عشان تاخد الشغل بتاعنا او الحمل بتاعنا كويس، فعشان تقدر تشتغل يعني. الشغل بقى في المرحله السنيه ده صعب ولا سهل؟ يعني هل ان المرحله السنيه دي انك انت يعني محتاج الولد دايما يشتغل تخصصي، يعني مش شغل جماعي بس، لا ده انت تاخد خط مثلا المدافعين او تاخد خط الوسط او خط المهاجمين، وتاخد ولد ولد او مركز مركز عشان تبدا تعلمه وظائف مركزه، فالشغل في المراحل السنيه الصغيره ده صعب ولا سهل؟ هي يفضل طبعا ان يبقى المدرب موجود مع الفرقه اكتر من سنتين ورا بعض.
يعني انت ما تفضلش السنه دي مدرب، لا، والسنه اللي بعدها نبدا نعمل الروتيشن او التغيير. بالظبط كده. يا فمهم جدا ان يبقى المدرب مستمر عشان يقدر يبقى عارف ان اللعيب ده نواقصه ايه خلال السنه دي وعيوبه ايه، هو اداله ايه وناقص منه ايه. فكلامك مظبوط طبعا، بيبقى فيه تكرار كتير وفي تصحيح. اهم حاجه التمركز يبقى الصح، التمركز الدفاعي بيبقى عامل ازاي. قبل ما اخسبك تكمل النقطه دي يا كابتن محمد، دي اللقطه اللي احنا كنا بنتكلم عنها بعد مباراه سموح. لاعبين بعد ما احرزوا الاهداف وهم يعني بيقلدوا مؤمن زكريا اللي احنا كنا بنتكلم عنها، مخرجنا دكروري جابها لنا يعني على طول. يعني مؤمن على فكره انا مرنته حوالي 4 سنين في قطاع الناشئين. في مدرسه الكوره. فوق 87 كنت انا وضياء، كابتن ضياء السعيد. قعدنا حوالي 3 سنين مع بعض، واحمد عادل والشريف اشرف والمجموعه دي يعني. فهو جميل يعني، بيعلق مع في ذهن الواحد، فاكيد تعاطف الناس معاه يعني نتيجه ان هو انسان جميل يعني. ده هو كمان يعني ليه لمسه كده يعني بيتعلق مع الناس حتى في ادائه وفي اهدافه. طيب اما مخرجنا دكروري على طول يعني ملاحقنا على طول بالصوره واحنا بنتكلم عن اهداف مؤمن زكريا، ربنا يشفيه ان شاء الله ويرجعه بألف مليون سلامه ان شاء الله. وهو كان معاك في الناشئين كده شخصيته بقى. لا لا لا، انا مؤمن يعني انا حاسه ان هو يعني كلامه قليل جدا. لا لا، قال برضه كان في الناشئين بنفس الاسلوب. لا لا لا، لا لا، هو مشاغب وبيهزر في الناشئين، كان مشاغب وبيهزر ويضحك وجميل يعني وطبيعي، ما مش متكلف ولا اي حاجه. كويس وما شاء الله ربنا يديله كل حاجه زي ما تغيرش يعني ان شاء الله ربنا يشفيه. نروح بقى ل 2003 والشغل التخصصي دايما. ليك شغل تخصصي انت دايما؟ انا لازم طبعا. لازم المدافعين يقفوا ازاي، وبعدين يعني زي ما بنشتغل في الملعب كتير بيبقى في شغل كتير، واحد على واحد واثنين على واحد وثلاثة على اثنين واربعة على ثلاثة، يعني المواقف دي ممكن تبقى متكررة. نشوف اللعيب لوحده بيشتغل مع المان ازاي. كويس. بنشوفه بيشتغل مع زميله ازاي. بيشتغلوا ثلاثة على اثنين، بيشتغلوا ازاي، بالتغطية بتبقى عاملة ازاي. ده بيخش وده يخش. غير كده وكده برضو في الماتشات اللي ما بنتفرج عليها بنقعد نتكلم فيها، يعني مثلا الجون بتاع الجون الثاني بتاع النادي الاهلي بتاع الفريق الاول. بتاع الفريق الاول. يعني انتوا بتتكلموا برضو عن مباراه الفريق الاول وبتحللوها انا المحاضره بتاعتي، تاني يوم ان عشان اقول للولاد لازم نقف كويس. لازم اقول لهم الماتش امبارح النجاز لو كان واقف صح في هدف حسين الشحات. فالكره الثانيه دي كان عاديه، لان طبيعي جدا المدافع يبقى واقف بوشه. والمدافع المهاجم يبقى لبره، فلو كرة جاية من 70 80 متر ما ينفعش يبقى الراجل هو في اتجاه الجول وكده. ده الهدف. فلو انا بس خلي بالك عشان احنا كنا بنقول حسين الشحات، الناس اللي بتقول ب 150 مليون و200 مليون، الغالي دايما يعني ثمنه فيه، الغالي دايما ثمنه فيه. لما حسين الشحات يعمل مهارة زي دي ويسجل هدف ده، لا فعلا الغالي زي ما بيقولوا ثمنه فيه. لا حسين ما شاء الله متحرك، والسنه دي شكلها كده هيبقى فايق فيها. كان متحرك وبيلعب مع زمايله وبيسدد وفي متابعه كمان في الجون. طبعا. غير كده وكده برضو يعني مش اي حد يعلق الكوره كده من فوق فيها مهاره عاليه جدا ويخش جوه ال 18 يعني. لعيب مهاري طبعا. اتكلمت مع اللعيبه عن مباراه السوبر دي؟ عن السوبر دي في الاخطاء وفي الكور الثابته. احنا هنلعب على ملعب ترتان وممكن يبقى الماتش سجال، انما الكور الثابته اللي لينا واللي علينا ممكن تبقى مؤثره. فالجون الاولاني من النادي الاهلي جه من كوره ثابته. جه من كوره ثابته بتاعت اشرف. جت على البعيده بالظبط، حضر نفسه. فمهم جدا ان الاولاد يبقوا في زي ما بتكلم نظري، يبقى في عمل ولسه متفرج عليها كويس قوي، تعيشهم على طول في الحاله دي بالظبط. المدافعين لما جه اتكلمت مع المدافعين لازم يبقى التمركز بتاعنا صح في حاجه زي كده، وفي نفس الوقت احنا هنلعب في ملعب فيه ترتان، الكوره مش متعود على ملعب نجيل صناعي، وملعب انت متعود على ملعب عادي. كور الثابته ممكن تبقى هي المؤثره والفيصل اذا كانت ليك ولا عليك. خلي بالك دلوقتي الفريق الاول، بالنادي الاهلي ما بيلعب مباراه في افريقيا بيلعب على نجيل صناعي، فلازم اللعيب يتعايش دلوقتي على كده وعلى كده. وبعدين البطوله بتاعتنا دي برضو فيها حوالي 6 فرق او 5 فرق ملاعب ترتان. فالموضوع هيبقى يعني لان خد خبره ان هو يقدر يلعب على اي ملعب. بس يعني المفروض ان هي ما بتفرقش كتير يعني. بس ففي لعيبه برضو بتكون مميزه في الكور في الملاعب النجيل الصناعي. والحمد لله كانت مباراه عدت يعني، كان نفسي بس الحمد لله الماتشين الاولين يعدوا.
كويس. لان الولاد كانوا محتاجين ان هم يبقى في ثقه والحمد لله جت من الماتش الاولاني وتاكدت في الماتش الثاني، لان تجاربهم مع نادي الزمالك السنه اللي فاتت ما كانتش في صالحهم. فعشان كده الماتش يعني الشكل الدفاعي احنا عملناه كويس قوي، انما برضو ما قدرناش يعني نفرض شخصيتنا في ان احنا نمسك كوره ونشتغل على فترات كبيره من خلال المباراه. طب وانت بتتكلم على الفريق الاول ودايما بتفرجهم وتتكلموا على السلبيات والايجابيات، هل مباراه الناشئين بتتلعب بتاعت 2003 ممكن حضرتك تاخد المباراه وتقطع لهم مثلا الايجابيات السلبيات وتفرجهم كمان على فيديوهات ليهم، كل لعيب يشوف نفسه بقى مباشر دلوقتي؟ يعني دي يعني بتبقى دي بتيجي بقى بالاتصالات مع الفنيين اللي موجودين في قناه الاهلي. ممكن يكون بقول له من فضلك عايز السي في السي دي هي بتاعت تفرجهم عليها. وممكن افرجهم او اوديها للعيب يروح بص انت اشتغلت في الكره دي ازاي، وقفت ازاي، غلطاتك ايه كده. لو في حاجه جماعيه ممكن تبقى فيه كويس. انما الاحداث اللي بتحصل على طول وبيبقى فيها متابعه زي ماتش اهلي وزمالك، زي ماتشات بتاعت ليفربول والماتشات اللي كل اللعيبه بتتابعها يعني. لما تخلص المباراه تاني يوم ايه اتفرجنا ايه شفنا ايه، كل لعيب يبص يشوف اللعيب اللي قدامه او اللي زيه كان بيعمل ايه، زي ما احنا زمان كنا بنلعب. انت كنت تتفرج على الفرق اللي بيتحركوا ازاي، تتفرج وتتعلم وتشوف يعني الكره دي اتلعبت ازاي. دي اكتر يعني زي ما بتتكلم مع عملي النظري، النظري بنتكلم نظري، العملي شافه امبارح او احنا بنتكلم عليه كلنا شفنا الحدث. الصعوبات بقى، وحضرتك بتتكلم دلوقتي يا كابتن محمد عن الملاعب، وفي ملاعب نجيل الصناعي غير الملاعب كمان، ايه الصعوبات اللي بتواجهك في دوري 2003 دوري الجمهوريه كله؟ يعني طبعا مش هنتكلم على يعني المفروض خلاص كل ما بنبتدي نكبر بنقول بقى سيبك من التسنين او التزوير والكلام ده، لان كل ما بتكبر بيبقى خلاص الفروقات الفروقات بتبقى قريبه، ما بتبقاش بعيده قوي زي ما كان في السن الصغير. يعني السنه اللي فاتت او اللي قبليها كنت ماسك 2004 بيبان الكلام ده، والحمد لله خدنا بطوله 2004. انت السنه اللي فاتت كنت ماسك فريق 2004 وحسمتوا البطوله. الحمد لله. والسنه دي ان شاء الله يعني الولاد بيجتهدوا، وكل مباراه موضوع طويل في بطوله الجمهوريه، ماتشات كتير وكل اللعيبه لازم تبقى جاهزه، وكل واحد بياخد جزء بيبقى محسوب عليه وبيقيم على الاساس ده يعني. كويس. طيب عمليه التصعيد بقى، اكيد 2003 ممكن تستعين من 2004 و2005 ماشيه في عمليه تصعيد، يعني خاصه ان انا اعرف ان 99 كابتن عمرو بيستعيد من الفرق اللي تحتيه، وبرده كابتن احمد سراج وكل الفرق اللي فوق بتستعين، انت برده كابتن محمد سعد بيستعين بالفرق ال 2004 2005. انا عندي مش تحفظ في الحته دي. يعني الموضوع بيبقى نفسي، ممكن كل حاجه لها ايجابياتها وسلبياتها. لو انت حسيت ان سلبياتها ممكن تبقى اكتر من ايجابياتها هيبقى الموضوع لازم تاخد فيه قرار. فانا عندنا عدد كبير من اللعيبه، عندك عدد كافي، عندي يعني عدد كافي. لو جبت ولد صغير طلع لعب مباراه يعني ممكن يعني ده يساعدني. انما اللي معايا دهوت ممكن ينزل. هي الفكره ان 99 القوام بتاعهم عشان فريق شباب فالقوام قليل بالظبط، فانا لازم يستعين بالفرق اللي تحتيه بالظبط. يعني الضروره بتخليني اشتغل في كل مكان بجهز فيه ثلاث لعيبه، الثلاثه بيتنافسوا في المكان ده، ادام القايمه عندي بتسمح لي بالكلام ده. ففي كل مكان في اثنين وثلاث لعيبه، فاثنين وثلاث لعيبه لازم يبقى خلاص عندي اكتفاء، مش محتاج ان انا اخد من تحت. وبعدين انا شغلي ان انا اوظف واشتغل مع ده واشتغل مع ده، يبقى عندي صف اول وصف ثاني وممكن ثالث كمان. تمام. كابتن فتحي بقى وعلاقته بالمدربين وبالقطاع. كابتن فتحي طبعا يعني مش غريب علينا، السنه اللي فاتت كان موجود معانا وكان مدربنا، فاحنا حافظينه وهو حافظنا، انما بكل الدعم طبعا بيديهولنا، ما يعني ما بيبخلش علينا بحاجه احنا ممكن نطلبها منه. دي كانت من زيارات الكابتن محمود الخطيب السنه اللي فاتت، يعني زار القطاع كتير السنه اللي فاتت كابتن محمود. السنه دي كانت في اول السنه، اول السنه برضو كان في زياره، كان في اول السنه مش عايز اقول كان تعارف، انما كانت قاعده حلوه. ويعني قليل لما يبقى في رئيس نادي بيقعد مع الاجهزه، ويمكن ما عملهاش في كوره بس عمل في كل الالعاب. فكانت حاجه كويسه ان هو قريب مننا وعارف الصعوبات اللي ممكن نواجهها ايه، او هو في رسائل برضو عايز يوصلها لنا، فكانت حاجه جميله يعني. اخيرا بقى كابتن محمد، يعني
عايزك تقول لنا دلوقتي او تطمن جمهور النادي الاهلي على المواهب الموجوده داخل القطاع. النادي الاهلي فيه مواهب كتير و يعني قطاع الناشئين بيشتغل كويس. يعني اللعيبه دي يعني مش محتاجه اكتر من فرصه، واحنا بنحاول في السن الصغير ده تبقى المواضيع بالنسبه له تعليميه وتصحيحيه بالنسبه له، عشان يطلع زي ما يوصل لل 99 زي عمرو انور، ويبقى لعيب مميز يفرق في ملعبه او بره ملعبه، بيكسب بعدد سكور كويس، بيبقى عنده شخصيه لعيب النادي الاهلي، يبقى كل مباراه بيتعامل معاها ان هو لازم يكسبها. التعادل بالنسبه له خساره. انا بعد الماتش ما خلص قلت لهم احنا خسرانين 3 بونت، خسرانين بونتين مباراه الزمالك للتعادل. اول ما خلص قلت لهم احنا خسرانين بونتين، وهي دي يعني المبادئ والروح اللي الولاد بيتعلموا عليها داخل بالظبط بتاع الناشئين، لما بتتعادل مش لما بتخسر. انا بوصله كمان ان اي حد بتلعبه قبليك وبعديك بيبقى حاجه تانية. فانت لازم الدفعه بتاعتك تبقى اقوى من ان هو جاي يلعب قدام النادي الاهلي وبيستمد طاقته وبيحتفظ بيها وعايز يطلعها في مواجهه معاك. فكان مهم ان الولاد يبقى دوافعهم اقوى من دوافع الخصم او المنافس. المباراه الجايه عندكم الاهلي الاتحاد السكندري، ده عندنا خريطه لو عندكم يا دكروري ممكن تستعرضها لنا، عندك جرافيك موجوده؟ طيب ماشي دكروري، اي حاجه طلباتك اوامر على طول. خميس 26 سبتمبر وادي دجله والاهلي، ده مواليد 2004. هنروح لمواليد 2003 يوم السبت 28 سبتمبر، الاهلي والاتحاد السكندري، هتكون مباراه الساعه 3 عصرا في ملاعب الناشئين بمدينه نصر. مواليد 99 اللي بارك لهم النهارده على فوز كبير على نادي الزمالك 3-0، هيلعبوا ان شاء الله يوم الاحد 29 سبتمبر الاهلي والاتحاد السكندري الساعه 3 عصرا. شرفتنا ونورتنا يا كابتن محمد. ربنا يخليك ومتشكر، وانا مبسوط ان انا معاك. في النهايه بشكر ضيفي اللي كان مشرفني ومنورني النهارده، كابتن محمد سعد المدير الفني لفريق 2003. بنتمنى له ان شاء الله زي ما حسم بطوله السنه اللي فاتت يحسم البطوله ان شاء الله. السنه دي بنبارك ايضا الفريق الاول بالنادي الاهلي على بطوله السوبر، كمان فريق 99 اللي فاز على نادي الزمالك النهارده 3-0، وان شاء الله يكون السنه دي موسم كويس جدا على النادي الاهلي في الكوره وفي كل الالعاب، ودايما النادي الاهلي رقم واحد. نشوفكم الاسبوع اللي جاي مع الاشبال.